الشارع اللي فيه اتولدت احلامي من تاني، كان نفسي اقابل كل شيء فاتني وعداني، اشكر جروح من غيرها ما كنت زماني في مكاني، عجبي على نهاية الطريق يبدأ طريق تاني. طب خلاص يا جماعة أنا بجد مش بعرف إيه؟ هو السن المناسب 28، يعني يكون الواحد لاقي يتخرج ويشتغل ويكون نفسه، وفي نفس الوقت يبقى فكره وعقليته يعني ناضجه انه يخش في مسؤوليه زي دي ويمسكها. هو على حسب ما اتربيت وتعلمت في بيتي بيبقى من 28 ل 35. لو انا شايفه كوجهه نظري حاجة وعشرين، يعني في أوائل العشرينات، 25 و 24. الجواز ملوش سن مناسب، انت مجرد ما تشوفي الشخص المناسب عادي تتجوزي. سن مناسب للجواز 30. برضو الفترة بين 26 سنة ل 28 سنة. 24 25. يعني 25 24 23 في الجزء ده. يعني 29 30 شوية. واكيد طبعا يعني الشكل اكيد ليه نسبه كبيره جدا، ونفس الكلام يعني الايه الاخلاق وال يعني من الاخر كده بنت ناس، يعني مش اكتر ولا اقل. تكون متعلمه، دماغها من دماغي، فاهمين انا فاهمها كذا حاجه، يعني حنين، عاقل، ان انا استحمله يستحملني، يعني نعدي المواقف ومشاكل مع بعضينا، هو عليه مره انا عليه مره لا يا مره، يعني كده طويل عريض، مفيش مواصفات في الشكل قوي يعني، بس الشخصيه يكون حد كويس. يعني اهم حاجه الاخلاق. طبعا الاخلاق لازم تبقى اخلاق كويسه، طبعا يبقى شخص بتاع يعني يشيل المسؤوليه، يبقى ليه مستقبل كويس. لا هو انا عندي الشكل مش مهم، يعني انا عندي ان هو يبقى محترم بس. انا شايفه ان الشخصيه والفكر ده حاجه مهمه جدا. طبعا باسلوبها وطريقه التعامل معاها مش اكتر يعني.